حصاد الجنوب، أهلا بكم. بحث الدكتور ناصر الخوبجي رئيس وحدة شؤون المفاوضات بالمجلس الانتقالي الجنوبي في اجتماع مع رؤساء دوائر أمانة المجلس الاستعدادات للمشاركة في اللقاء التشاوري المرتقب بالعاصمة السعودية الرياض في 29 من مارس الجاري. وتوافق الاجتماع الذي حضره نائب أمين عام المجلس فضل الجعدي على ضرورة تسجيل حضور قوي لقضية الجنوب استجابة لتطلعات الجنوبيين في استعادة دولتهم كاملة السيادة. وشدد الخبجي على الحفاظ على إطار خاص لمعالجة قضية الجنوب في العملية السياسية الشاملة برعاية الأمم المتحدة وبدء المشاورات دون أي شروط مسبقة. كشفت قيادة كتلة حلف وجامع حضرموت من أجل حضرموت والجنوب عن قيام المدعو الشيخ عبد الله صالح الكثيري رئيس ما يسمى بمرجعية قبائل حضرموت استبدال أسماء وفد حضرموت في مشاورات الرياض بقائمة لا تشمل الأسماء المقدمة إليها. الكتلة استهجنت زعم المدعو الكثيري رئاسة الوفد الحضرمي واختياره 18 شخصية بشكل انفرادي بدعوى عدم انضواء الوفد تحت أي مكون. كما رفضت الكتلة فحوى رسالة المدعو عمرو بن حبريش رئيس مؤتمر حضرموت الجامع مؤكدة أنه لم يشاور هيئته العليا في اختيار أسماء الوفد الممثل للمحافظة ليعتمد على نهج الانفرادي في إدارته للجامع الحضرمية، مؤكدة أن كل من الكثيري وبن حبريش لا يمثلان إلا نفسيهما. ناقش الدكتور هنيس لقمان نائب رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي اليوم مع فانس كلوبرت المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة نداء جنيف سبل تعزيز التعاون والشراكة بين المجلس الانتقالي والمنظمة السويسرية. وبحث اللقاء جملة من المواضيع أهمها تأهيل منتسبي لجنة حقوق الإنسان في الجمعية الوطنية وأفراد النقاط العسكرية والأمنية التابعين للقوات المسلحة الجنوبية. نهاية الحصاد لهذا اليوم، إلى اللقاء.